ودلوقتي جمعنا مع أبرز وأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة وكمان هنستعرضها في التقرير الجاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيبدأ صرف الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، واللي تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل الموافق 8. النهاردة هتبدأ هيئة قضايا الدولة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023. وقررت الهيئة عقدها اليوم الموافق 3 فبراير 2024 بمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بمنطقة حدائق أكتوبر. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية. هيلتقي منتخب مالي مع منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة 7 مساءً. وفي العاشرة ليلاً هيلتقي منتخب الرأس الأخضر الديمقراطية مع منتخب جنوب إفريقيا. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار دور ربع النهائي بكأس آسيا. هيلتقي منتخب إيران مع منتخب اليابان في تمام الساعة 1:30 ظهراً. في 5:30 مساءً هيلتقي منتخب قطر مع منتخب أوزبكستان.